عشان اعمل جبنه كريمي اول حاجه يكون عندي بطرمان مغسول ومتعقم كويس قوي قوي وجيد الاغلاق عشان ما يجرلوش اي حاجه. التركه المهمه ما بتستعملي معلقه النهارده خلاص وفردت بيها، ما ينفعش تاني يوم تسيب المعلقه فيها يبوظ، فخدي بالك من التريك. بحط هنا عندي كوبايه من الزبادي، كوبايه لبن بودره، اطعمها جبنه مثلثات او مش عايزه اجيب مثلثات خلاص الزبون اعمله، سنه خل، خدي بالك من التركه، شويه ملح، شويه من الفلفل الابيض، وعايزه تديله فلفل مجروش تديله فلفل مجروش، يبقى الفليفر بتاعه فلفل مجروش. وتعالى ندوب دول مع بعض. ينعموا مع بعض الزبادي ولبن البودره والخل والملح والفلفل والجبنه المثلثات. والفلفل يبقى مكعبات صغيره جواه. تعالى بقى نديله معلقتين من وهو بيتجمد كده، اللي هيجمده ايه يا عم حسن؟ اللي عامل له رول، اللي عامل له عرق عندي، الزبده المرجرين النباتي او زيت ذره، يا ده يا ده، اختاري واختاري. بس انا بقول لك النباتي ليه؟ عشان هتدي له قوام احسن. واحده واحده كده اهو، وسيته تقل على طول اهو زي ما انت شايفه كده قدامك. معلقتين فقط لا غير، هتلاقيه ربط عندك وبقى كريمي. يبقى زبادي ولبن بودره وجبنه مثلثات، وبعد كده خل وملح وفلفل ابيض وفلفل مجروش. بص انا حاطط لك الفليفرات، تقدري تعملي، تقدري تعملي فلفل رومي، فلفل حار، بكبري، بجبنه، بقرنفل، بعنب، بفلفل حصى، بقرفه، زي ما انت عايز تقدر تعمل الاطعمه دي كلها. وربطنا بايه يا حسن؟ ربطنا بمعلقتين زبده مارجرين النباتي او زيت ذره. خدي بقى، عملت لك اول طريقه بالايه؟ بالزبادي ولبن البودره. حطيت كوبايه وكوبايه، وحطيت عليهم مثلثين من الجبنه المثلثات، وحطيت عليهم شويه خل، وحطيت ملح وفلفل، وحطيت فلفل حصى، وربطته بالزبده المرجرين النباتي قدامك اهو، وتحط عليه حبوب زبادي. انا عايز اشوره لك ماسك ازاي، وانا بحط عليه الفلفل ما اسقطش جواه لان ماسك قدامك اهو، كريمي زي الفل.